2600 راس العقار في الجمعيه المسيره، هي جمعيه ديال الامل للتنميه. الثقب المائي كانوا اخواني الحوض المائي اللي كانوا داروا استشفاء، العمق ديالو تقريبا 140 متر. الصبيب استغل واحد 3 لتر في الثانيه، والمستوى المدخل اللي حاط كان فيه تقريبا واحد 200 متر. المشروع ككل كيندرج في توفير الماء لتوليد المشي، تقويه الشبكه المائيه الرعويه. ثم الجديد فيه او الحاجه اللي كتميز هذا المشروع هذا هو اعتماد الطاقه الشمسيه من اجل الضخ ديال الماء لتوليد المشي. هو اول مشروع يعني باذن الله في لحظه ربما كاين بالنسبه للطاقه الشمسيه. دونك الحمد لله، دونك بالنسبه لكم المشروع فعلا يعني تكون فما شي بزاف بزاف على قول ناحيه التكلفه ديال الثقب عالي الطاقه العاليه، ولكن حنا كان عندنا ثلاثه ديال الصفحه. الصفحه الاولى بدات مع الاخوان ديال الحوض المائي مشكورين في الحوض الاستكشافي اللي حنايا درنا التحويل ديالو كنا بدينا تقريبا في اواخر شهر 2015 فاش درنا التحويل السريع كلفه الاجماليه مليون درهم. وغالبا حتى في تكلفه اجماليه بالنسبه لواحد الثقب عادي لواحد الثقب كيمشي زومبيرون. يعني الحمد لله، يعني هذا الجديد هو ان هذا الاعتماد على الطاقه الشمسيه كيخلي الساكن المحلي ولا الساكن تقسم التكلفه ديال الاستقبال، لان المشكل اللي كاين هو التكلفه كتكون يعني اعتياديه بواحد الطريقه مستمره، وكاين التكلفه ديال الصيانه، وهاد التكلفه ديال الصيانه والاخر ربما مع الطبيعه ديال العالم القريب كتكون شويه صعبه عليهم، ما كتكون شي حاجه استمراريه ديال الصيانه ربما ما كتكونش شي جهه اللي هي معتمده ديما كتقدر تخرج على المعدات، والحمد لله هذه كتخفض بواحد النسبة كبيرة واخا. دونك هذا مشروع مندمج صراحة، يدير فيه هو الطاقة الشمسية، وهذا التكنيك هذه صراحة بغينا نستعملوها مناطق عديدة لأن شفنا فيها بزاف ديال الآبار والأثقاب. المشكلة ديالها كثيرة سي باني، إلا كان شي مشكل في الطاقة الشمسية يعني خصها يمتد فورماسيون رونفورسومون كاباسيتي، ماشي نعطي للجمعيه ونقول لها صافي الله يعاون، خاصها يمشي تونسف. هذا حنا مستعدين اطار برنامج اما في الاندهاش ولا شي حاجه نديرو نمشي فورماسيون. انتم عطونا البروجرام ديال الفورماسيون فيما يخص هذا الشيء ديال التدخل السريع ديال داك المعدات الخفيفه. الا كان شي حاجه كبيره راه كاين هذا هو، ولكن على الاقل فيما يخص يعني لونتروتيان كورون العادي، وفيما يخص لا جيستيون، ماشي كلشي الجمعيات عندهم يعني القدره على التدبير المحكم. اذا خاص رونفورسمون كاباسيتي ديال الجمع. فين هي الجمعيه ديال هاد الدراري؟ هو جمعيه الامل. فوالا صافا بخير، ماشي لاباس. كي جاكم مشروع؟ مشروع عجيب مزيان مزيان الحمد لله. دابا درتم في الجمعيه؟ لا نكتب في الجمعيه ان شاء الله. شنو شنو خاص الجمعيه وشكون اللي كيصحح؟ انا قلت دابا السيد المدير هذاك الشيء باش تكون شويه تكوين فيما يخص باش تدبروا هذا المشروع احسن على احسن ما يرام ان شاء الله. دابا ماشي غير تكون الجمعيه ونخليوكم معاه، قلنا حنا الا كان شي ما فهمتوش الماتيريال تخدموا او لا وقعوكم شي مشاكل ولا. اذا هاد الجمعيه هادي حنا خصنا نصاحبوكم في واحد العام ولا عامين على ما تقدموا على ان شاء الله يا اخي. كاينه دابا المبادره الوطنيه التنميه البشريه، يمكننا نديروا لكم واحد البرنامج تكويني ان شاء الله يا اخي، باش الا خسرت خصكم بعدا واحد الماليطه باش تستعملوا باش تفكوا الا كان شي مشكل، خصكم شويه ديال راس المال باش الا خسرت مثلا الكوندويت ولا خسرت شي حاجه روبيني ولا فانا ولا شي حاجه خصكم تسخلوا، ما تبقاوش تسناو يجي الفلاحه ولا نجيو حنا من
من التوارث باش نصلحوهم ان شاء الله. اذا لا بد المساله هذه ديال السير وتحرصوا على هذا المشروع ان شاء الله. تحرصوا عليه وحنا معاكم اذا كانت شي تدخل نتدخلوا معاكم. حنا غير من دابا واحد العام تكونوا اوبيراسيون تحتاجوناش الا كانت شي حاجه كبيره بيان سور ديال اونتروتيان كبير هذاك نتدخلوا معاكم. ولكن الحاجه العاديه ديال صلح بومبا صلح هذه صلح هذه تكونوا قادرين ان شاء الله. صافي ان شاء الله. الله يكمل بك. بلاصه ديال الناس اللي كيهزوا الماء عاوتاني بجافه باش ما تبقاش داك المشكل. وخاص المونتوزيان خاص لابلاتفورم خاص هذا وهذا كلهم حوايج ساهلين. يعني هذه الجمعيه زعما خدامه مزيان هذا كلهم حوايج ساهلين. كل عام ضرب هذا وتصبغ لا كوندويت وتشوف الا كان شي مشكل وتصبغ ريزيرفوار. يعني هذا المسائل ضروري ضروري. شكرا سي العميل على ضروري المساله الداخليه في المصلحه تاع الساكنه شحال هما كاينين يعني كيتسناو هذا المشروع هذا. والمشكل الكبير اللي كان عندهم هو الخصص ديال الماء. يعني صراحه كان مشكل راك تشوف المنطقه يعني كتعاني لها صعيبه لا من ناحيه التضاريس ولا من الزناقيس هذه. زاد يعني بقى المهم الاولويات لقد المنظومه وكنشكروك هذا ما سيرتكم يعني عندنا اللي كتعطيو على المجال هذا المجهودات اللي كديروها معنا على مستوى الجامعه صراحه. أستاذ المصير المدير الإقليمي على هذا المشروع اللي كيتعتبر نظن هو أول مشروع يعني من نموذج على المستوى الإقليمي الصراحة. فكما قلت الجمعية ضروري باش نضمن الاستمرارية ديال هذا المشروع ونظرا للأهمية والحاجة ديالهم راه لابد تكون الصيانة ديالهم هم العناية الكاملة ونستخدم الماء. احنا بحال كنولدوا كذلك تحل فيها المشكل الحمد لله. لقينا الحمد لله واحد ديفي مطروح راه مشات لا ماشين عاود باش دير هذا ان شاء الله. هذه المنطقه هذه اللي لقيناها شي شويه ناقصه من ناحيه ديال الموارد المائيه وهذا احنا عطينا اولويه وان شاء الله باذن الله غادي نستقبلوا الجماعه والساكنه. صراحه سي العامل كنشكروك على المجهودات اللي كانت دار بالاخص هذا المجال ديال الماء. ثم جيتوا عرفتوا وطلعتوا انه الجماعه بالفعل يعني عندها مشكل ديال الماء. عندهم التعليمات ديال سيدنا نصر الله الله يحفظ الاجهزه الاساسيه الماء المسالك الطرق الكهرباء التعليم الصحه هادو كلهم كما كتعرفوا اولى الاولويات واللي عطى سيدنا اوامر ديالو. وكتعرفوا بانه كاين دابا داك لو فون ديفلوبمون رورال اللي غتعطى انطلاق ديالو من طرف سيدنا ان شاء الله في الايام المقبله الجايه وغيعطي واحد الدفعه قويه للتنميه بالعالم القرم. لان خدا سيدنا العاتق ديالو لانه هاد المناطق هادو مازال كتعاني شويه من نقص في هاد الموارد هادي رغم ما بديل زعما من المجهودات في اطار البرامج الوطنيه. يعني هذا هو ان شاء الله باذن الله البرنامج اللي غيكمل داك المناطق اللي ما قدرتش تزود نظرا لانه قله الموارد المائيه فيها او لا جات بعيده على مناطق التزويد مثلا قنوات الجر او لا هذا او لا جات معزوله ولا متفرقه. هذا المشروع هذا ديال ولا هذا الصندوق هذا التنميه القرويه ان شاء الله باذن الله بالمبالغ ديالو الماليه الكبيره غي يعني غي يسيب لي هذا البوبولاسيون هذه ان شاء الله باذن الله. هذا كنطمحوا فيه باش تكون عندنا واحد الدفعه قويه ليه وغيكون ان شاء الله بالتشارك مع الجهه ان شاء الله ومع جميع المتدخلين باش يكون واحد البرنامج اللي غي ان شاء الله غيوصل للجميع. بالاضافه لهذا كاين عندنا مشروع دابا في هذا العام هذا ديال الصيف نظرا لان هذا العام هذا عام جاف وبزاف ديال المناطق كتعاني منها كتعاني. غنعطيو انطلاقه ان شاء الله في الايام القليله المقبله البرنامج بتعاون مع الجهه على الشاحنات السهريه والشاحنات البلاستيكيه وكذلك غنزودوهم بليزومبيلونس والنقل المدرسي ومجموعه من هذا. غنطلق ان شاء الله باذن الله في وضع في ايام القبيله ديال الشهر قشت
غيكون هنا برنامج قوي ان شاء الله باذن الله لدعم هذا الله يطول عمرك الله يطول عمرك والحمد لله تنفجعنا التاوي ان شاء الله الله يحفظك الله يطول عمرك شكرا البارح راه كل يوم نشوفوا البلاصه العشيه ان شاء الله باذن الله واعطيت المارك عطيت داك المنطقه شويه لان هذه هي اللامركزيه وهذه هي التشارك لان ما يمكنش يجي واحد من تاوريت ولا من الرباط باش يصلح بومبا في تاشر لا ما يمكنش اذا خاص ضروري المشاركه ديال الساكنه وهذا لان هذا ديالهم راه سلمنا لهم راه ديالهم خصهم الا كان شي تدخل كبير خصهم شي حاجه اخرى نديو الريزول بلاصه اخرى ولا هذا ما كاين حتى مشكل ولكن اذا كانت التدخلات يعني البسيطه ديال كل يوم هذا راه كيديرها بنادم في دارو كيديرها في الجرده ديالو كيديرها في الحومه ديالو بس لا من ضروري ما يعطيو الاهل فبالاحرى يعني هذه نقطه ماء ان شاء الله ان شاء الله يرحمهم.